كان خير خلف لخير سلف، ساليل آل نهيان والوريث الصالح لزايد الخير، رجل المواقف ورئيس الإمارات العربية الشقيقة الراحل خليفة بن زايد. ولد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 1948، وعين ولياً لعهد أبو ظبي عام 1969، ثم رأس أول مجلس وزراء محلي لإمارة أبو ظبي في عام 1971، وبعدها بثلاث سنوات أصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ثم نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية عام 1976. وجاءت لحظة دقيقة من عمر دولة الإمارات برحيل مؤسسها الشيخ زايد رحمه الله، ليتولى الشيخ خليفة رئاسة البلاد في نوفمبر عام 2004. بدأ خليفة بن زايد عهده بتجربة انتخابية مميزة عام 2006 مع ولادة المجلس الوطني الاتحادي، كما أطلق بعد توليه الحكم خطته الاستراتيجية الأولى لحكومة الإمارات لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وضمان تحقيق الرخاء للمواطنين. كما تميز عهده الذي امتد لثمانية عشرة عاماً بانتقال الإمارات من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين، وما صاحبها من ازدهار اقتصادي كبير. عرف خليفة بن زايد رحمه الله بأنشطته الخيرية والإنسانية، فأسس مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية عام 2007 لتقديم المساعدات العاجلة في مجالي الصحة والتعليم، والتي وصلت إسهاماتها لما يقرب من 87 دولة حول العالم. نودعهم ويبقى الأثر. الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بيودعه الوطن العربي، مصر بصفة خاصة بتكن له محبة كبيرة، واعتقد أنه بعض الرجال بحياتهم يكون أثر كبير، بوفاتهم أيضا تكون فرصة حقيقية للتعلم من سيرتهم ومن رحلتهم. أعتقد أنه كتير من الناس في الفترة القادمة ستهتم بالقراءة عن مش بس قيام وبناء دولة الإمارات الحديثة، لكن أيضا عن رجال هذه الدولة الذين ساندوها وساندوا الوطن العربي في مواقف عديدة تتذكرها مصر بكل تقدير. كل العزاء لمحبيه وللوطن العربي.